ما حكم ان عمل كسائق اوبر ويركب معاك في عمل ايه عذرا؟ تاكسي اوبر، يعني يركب معاك سيدات تاكسي، او يسوق تاكسي؟ سائق تاكسي، سائق تاكسي جائز، لكن يتقي الله ما استطاع، لا يخلو بامرأة مسافة فيها انقطاع عن البشر، فإن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لكن انا عملت تحويشه كده من الشغلانه دي، ولكن كان في يعني بيبقى في مسافات استمتع بالأموال، حلوه. استمتع بهذه الأموال، نعم، استمتع بهذه الأموال. بس كان في احيانا بعض المسافات خلوه بامرأة او كده، ها؟ كل مره يكون في خلوه بامرأة لمسافات. بقول لك عافى الله عما سلف، نعم، والأجر حلال، وبس انتهى الأمر. أشكر حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك.